بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان بسم الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
والسماء والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي وما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، کتنی پیاری مدبھری آواز ہے، دلوں کو جو اپنا بنا لے وہ حسین انداز ہے. اللہ تعالی حضرت قاری صاحب کو مزید ترقیات سے نوازے اور نظر بد سے محفوظ رکھے.